كان الفتى الذهبي لفريق الجيش الملك المغربي واحد اهم العوامل اللي ساعدت الفريق المغربي في التتويج ببطوله الدوري الموسم الماضي، وكان صاحب هدف الحسم من ركله جزاء. والمناسبه رضا سليم كان اللاعب رقم واحد في فريق الجيش الملكي في تنفيذ ضربات الجزاء، لاعب كان موكل لي المدير الفني كل تنفيذ كل الضربات الثابته سواء الركنيات سواء الفري كيك حوالين منطقه الجزاء بالاضافه للكرات العرضيه المتحركه. بص يمكن الكره دي اهي احنا سريعا كده، ده رضا سليم، دي عرضيه من وضع الحركه طبعا، عمل العرضيه لمهاجم الجيش الملكي واحرزها هدف طبعا. انا جايب الحالات اللي تشبه او تخدم على طريقه لعب موديس. يعني يمكن احمد كان لسه بيستعرض تحركات بالظبط، فاحنا بنخد نفس ده. دي كوره خدها رضا سليم بيمينه لمسه واحده زي جول موديست، برده اتلعبت له بالعرض خدها لمسه واحده راحت في الزاويه البعيده، ده هدف. في حالات تاني لرضا، بص ده انطلاقه رضا سليم، احنا شفنا رضا سليم من الجبهه اليمنى بيرفع، هنا رضا سليم بيكمل اهو وبيعمل الاختراق، هنا ما عملش العرضيه، لا الكوره دي لما اتلعبت كان رضا سليم متاخر عن المدافع، سبق وعمل الاختراق وانطلق وعمل الكره بالعرض للمهاجم اللي على خط الدفاع. تفتكروا وجود رضا مع انا بتكلم يعني طبعا خط هجوم الاهلي النهارده اتكلم في اسماء كتيره جدا وبروفايلات مختلفه، ما فيش لعيب تقريبا يعني عبد القادر بروفايل، بيرسيتاو بروفايل، شحات بروفايل، طاهر بروفايل، يعني اللعيبه كل واحد منهم مختلف. عنده حته مش موجوده عند اللعيبه الثانيه، لكن تفتكروا ده يخلي طريقه مارسيل كولر الهجوميه تختلف عن الطريقه اللي كان بيعتمد فيها بشكل كبير جدا على القادمون من خلف وعلى سقوط الاجنحه عشان تخلق مساحات فيقدر يلعب بطريقه مختلفه الموسم الجديد، ولا الطريقه القديمه شغاله معانا على الاقل في ماتش السوبر اللي جاي؟ بص هو مارسيل كولر شرط اساسي عنده في الهاف او في الجناح ان هو يكون بيعرف يدخل لعمق الملعب، يعني يكون عنده القدره ان هو يدخل لعمق الملعب، وده شفناه اتكرر الموسم الماضي مع حسين الشحات في اكتر من كره واكتر من هدف، اتكرر مع بيرسيتاو، ودي اللي موجوده عند رضا سليم بالمناسبه مميز فيها جدا، لدرجه ان احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان رضا سليم لعب في اوقات كتير لاعب رقم 8. فمارسيل كولر بيعتمد جدا على اللاعب الجناح ان هو تكون عنده المقدره، ما يبقاش لاعب خط زي ما احنا بنقول بالمعنى القديم، لا يبقى قادر كمان ان هو يوجد حلول بالدخول لقلب الملعب وصناعه الفرص او التسجيل من قلب الملعب، مش بس زي حسين الشحات في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره لما حسين سجل هدفين ما كانش متطرف، لا ده كان بيدخل وبيكمل لقلب الملعب وبيجيد التسديد. فرضا سليم مشابه للبروفايل اللي بيحبه كولر في الجناح. تالق الشحات وبيرسيتاو في الموسم اللي فات ده يفرض عليك معادله مختلفه، هل ممكن تعيد توظيف صفقاتك الجديده في وجود عبد القادر الشحات طاهر بيرسيتاو، وهل ممكن مثلا خط نص النادي الاهلي يشيل اثنين لعيبه بحجم رضا سليم وامام عاشور ومعاهم مثلا ثالث يكون ديانج او مروان؟ ولا دي سيناريو صعب؟ لا السيناريو مش صعب ولا حاجه، وانا اتوقع ان في طريقه لعب جديده جدا واكتر من طريقه لعب هتكون موجوده الموسم القادم على النادي الاهلي عكس الموسم اللي فات، ان معاه سكواد قوي جدا ومعاه لعيبه فيها تقدر تلعب في كذا مركز. يعني انت عندك رضا سليم بيلعب اكتر من مركز، امام عاشور بيلعب في اكتر من مركز، فهيدي له حلول. وحاجه تانية وجود موديست كمهاجم اعتقد في اوقات كتيره، وده شفناه في المباراه الوديه الاولى ان هو لعب اثنين مهاجمين صلاح محسن في اخر مباراه مع زعلوك، فده بيدينا مبشر ان هو هيبدا يفكر في الفكر ده، واعتقد هو بقى عنده الامكانيات او اللعيبه اللي تقدر تنفذ له الخطط اللي هو عايزها. يعني اعتقد لما كان الموسم اللي فات بيعطل هو بدا يخلق طريقه لعب جديده، مش تحللوا المشاكل ايه هي، كان اللاعب رقم 8 اللي هو كان حمدي فتحي قبل ما يرحل هو يعمل بالظبط يلعب دور المهاجم الوهمي ان هو دايما مش بيبقى متراقب، فدلوقتي هو لا خلاص انت عندك المهاجم البروفايل اللي انت بتدور عليه وكنت مستنيه. فممكن في ماتشات كتيره هنلاقي موديست في اوقات كتيره بيلعب باثنين مهاجمين. انا اتوقع رضا سليم انا بقول لك هنشوفه في اوقات كتيره برده رقم 8، وده حصل في بعض المباريات الاولى برده لعب في جزء في بدايه المباراه في رقم 8 لان هو لعب قبل كده مع الجيش المركزي. هسالكم الناس النهارده محتاره ايه التشكيل اللي هيعتمد عليه مارسيل كولر في بدايه المباراه، بس ده اخر سؤال في الحلقه. خلينا نروح لاتحاد العاصمه اكتر، لانه زي ما قلت الاهلي بالنسبه للاتحاد وبالنسبه لعبد الحق بن شيخه كتاب مفتوح. خلي بالك تصريحاته بدات تختلف عن الاسبوع الماضي لو تفتكر، يعني هو خرج بتصريحات يعني اللي متاكد منه انه الكلام اللي بيتقال في اوضه اللبس يختلف طبعا 180 درجه عن وبدا يظهر للاعلام ان احنا رايحين نكسب ومفيش بديل عن الفوز اكيد طبعا هو لازم يوصل الصوره دي
للاعيبته كمان، يعني هو مطالب انه يحسس لاعيبته انه احنا نقدر نفوز، احنا نقدر نكسب. هو وصل لهم الاحساس سيكو، لكن فكره انك انت هترفع الرايه وتقول الاهلي هو كبير افريقيا والاهلي هو الاقرب، والكلام ده هياثر معنويا على لعيبته بكل تاكيد، فهو مطالب بالتصريحات ده وشكل مفهوم، لكن ده ما يقللش ابدا من فرص النادي الاهلي ولا يقلل من دوافع اتحاد العاصمه. بالظبط. لكن تعالوا نقرا مع احمد ومع بلال شكل اتحاد العاصمه اللي ممكن يظهر بيه والسيناريو اللي ممكن يفكر فيه عبد الحق بن شيخه في مباراه الاهلي يوم الجمعه اللي جاي. دي حالات اتحاد العاصمة، دي نقاط الضعف. احمد هيتكلم عن نقاط الضعف. طيب نقاط الضعف طبعا، يعني قبل ما اتكلم عن نقاط الضعف عايز اقول ان قوة الاتحاد العاصمة في المدرب. يعني هو طبعا الفريق اللي احنا نقابله مختلف تماما عن بنسبة كبيرة عن الفريق اللي نهى بيه الموسم وحقق بيه حتى البطولة. تمام. فاحنا قدام مدرب برضه ذكي. ايوه. فعايز اقول ان انا بجيب بس الحالات او اغلب نقط الضعف اللي طبيعي اكيد في فكر المدرب، مالهاش علاقه باللعيبه. طريقه اللعب. هنا باين جدا ان في سوء تمركز كبير جدا من المدافعين. الباص ده اتعمل اتحاد العاصمه هو لابس ابيض. اتحاد العاصمه لابس ابيض. فادي بيلعب يانج افريكانز المباراه ديت انتهت 2-1. فالباص هيتلعب. كمل. بص مفيش حد ضغط. حتى المدافع هيعمل رد فعل غريب جدا لمدافع اللعيبه الكره بص موجوده ولغايه دلوقتي المدافع ما ضغطش وهيفنش والكره دي بص يعني بغض النظر من خارج هدف هو مرضيش يروح وكمل هيسيب اللعيب بيستقبل دي مباراه الفاينل الكونفدراليه كمل الحاله بعدها بص عمل كل حاجه المواجب ولسه المدافع واقف ما رد مستني رد فعل يعني ما هو مستني الكره تخبط فيه تقريبا واحده زي دي المودست بقى يوم الجمعه فدي تبين ان فيستن ده فيستن ده لاعب يانج افريكانز اللي اتنقل لبيراميدز بالظبط فطبعا هيكمل الحاله بعدها وهداف الكونفدراليه بالمناسبه ايوه لعيب كويس نكمل الحاله بعدها بص مفيش حد مفيش اي احتكاك ولا تدخل خالص من مدافعين اتحاد العاصمه استلم براحته تحضير تصويب بدون تدخل مساحات كمان يا احمد مساحات كبيره جدا وفي لا يعني في استهتار في الخط الخلفي باين جدا في لعيبه اتحاد العاصمه نكمل طبعا هنا ده مباراه الجيش الملكي المباراه دي كانت يعني قويه جدا وانتهت 3-2 للجيش الملكي كانت مع اتحاد العاصمه في المغرب اتحاد العاصمه برده لابس ابيض والجيش الملكي طبعا لابس احمر الكره دي برده بصوا التمركز خط الدفاع وانا يعني دي اعتقد يعني اكبر نقطه ضعف في اتحاد العاصمه هو الخط الخلفي عايز بقى افاجئك ان اللي بيرفع الاوفر ده رضا سليم يعني ده فريق الجيش الملكي وده رضا سليم اللي على تنفيذ هنكمل بص الكره دي هتدخل هدف يعني هي الكرات الثابته السنه دي اعتقد هتبقى يعني كانت يمكن مش عايز اقول نقطه ضعف لكن كانت حاجه مش تنوع غير معلول يعني غير معلول بالظبط واعتمادك على فكره انه ما عندكش حد كمان بيشوط كرات ثابته يعني باحتماليه هدف بس احنا جالنا خلاص في لعيبه دايما بتشوف انه لو جت ضربه ثابته على حدود المنطقه فرصة هي احتماليه هدف بنسبه كبيره جدا بالظبط مش هقول امثله يعني بس يعني على مدار انا بتكلم على الاهلي على مدار تاريخ طويل جدا في لعيبه كتير جدا كانت عندها طبعا. ده بقى لنا كذا سنه ما بقتش الحته دي موجوده من بعد يعني وليد سليمان تحديدا ممكن شويه كان اخر واحد ممكن. بيترجم الكرات دي السنه دي لا السنه دي في كذا لعيب في الاهلي تعتمد عليه بشكل كبير جدا بالظبط رضا سليم وامام عاشور رضا وامام اعتقد بينهم برده نفس الحاله اللي انا جبتها الاولانيه خالص فبرده الاستهتار بتاع الخط الخلفي بص اللاعب بتاع الجيش الملكي هيعمل ايه؟ هيستلم الكره بدماغه بنتكلم على لاعب في وسط خمسه لعيبه ده بص احنا هيكمل يعني في خمسه لعيبه قريبين اقرب ليه من استلم الكره بدماغه هيقعد يستلم الكره وهيقعد ينطط الكره بدماغه وهو هيشوط ومحدش هيضغط عليه يعني نكمل بص جبت لك من زاويه ثانيه بص هو استلم الكره بدماغه نكمل الحاله اللي بعدها السلايد اللي بعده بص هو شاط وعمل كل حاجه والمدافع لحد دلوقتي مفيش اي احتكاك فباين جدا ان هم عندهم استهتار عندهم نقطه ضعف في فكره الضغط على الخصم حتى لو كنا بنتكلم على منطقه جزائهم يعني مش بس في نص الملعب بالمناسبه هم بيلعبوا انا ما شفتهمش في الفاينل بتاع لعبوا 4-3-3 او 4-2-3-1 دي طريقه اللعب اللي بيلعب بيها دايما عبد الحق بن شيخه بيلعب 4-3-3 او 4-2-3-1 ودايما ما بيقابلش دايما بيستنى في نص الملعب وبيلعب ده خلي يعني في مباراه حتى النهائي لو كسبها ما كانش ممكن انا من وجهه نظري ما كانش يستحق ان هو يكسب ده وجهه نظر يعني وجهه نظر ناس كتير ما كانش يستحق انا ما شفتش الماتشين لا انا شفت الماتشين وبقول لك وجهه نظري ما كانش يستحق ان هو يكسب
هو قطع حاله خلاص. هو كده دي بقى دي حالات نقاط القوه. بلال بقى هيتكلم يعني يمكن يمكن دي ابرز. طبعا انت عارف فرق شمال افريقيا يا احمد معظم فرق شمال افريقيا بتمتاز بالكرات الثابته بتستفاد من الكرات الثابته طبعا بيبقى نظرا لدقه او يعني ان الحلول بتبقى قليله شويه فبيعتمدوا اعتماد كلي على الكرات الثابته. دي كره هنا يمكن ده فريق اتحاد العاصمه اللي لابس ابيض. بص يا احمد ضغطوا على اللاعب بكام اللاعب اللي معاه الكره بكام لاعب ثلاث لعيبه ضغط يمكن الحاله اللي بعدها هم ضغطوا هنا واستخلصوا اهي الكره هتتمرر بعد كده وهتروح وهتترجم لهدف. من ضمن مميزات فريق الاتحاد العاصمه العرضيات سواء المتحركه او الكرات الثابته الضغط وان هو ما بيديكش فرصه انك تستلم وتبقى عندك رؤيه او عندك مساحه رؤيه ان انت تعمل التمريرات في وسط الملعب. حراسه المرمى عند اتحاد العاصمه عندهم حارس مرمى اسامه بن بوت حارس مرمى مميز جدا عمل قدر يعمل في الكونفدراليه 5 كلين شيت وده رقم كبير جدا وكان نجم المباراه النهائيه سواء في الذهاب او الاياب كان عامل مهم جدا في فوز الفريق فهو حارس مميز جدا وكان انضم لمنتخب الجزائر في فتره من الفترات فلا هو فريق طبعا زي ما احنا شايفين بيجيد الاستغلال المساحات في الكرات المرتده مع الهجمات المرتده اذا كان فريق بيلعب زون او بيرجع اغلب الوقت وبيقابل من ورا هل بيجيدوا فكره بيجيدوا التحول المرتدة؟ طبعا عندهم التحول اللي بيعملوا عمليه التحول الهجومي بصوره مميزه جدا ان هو يقدر زي ما انت شايف كده يا احمد ان 8 من 10 لعيبه ورا الكوره ويقدر عن طريق 2 بس يعمل خطوره ويشكل خطوره ممكن يحرز هدف او ياخد جيش الملكي كان بيهاجم بشراسه في المباراه دي شراسه كبيره بس سايب شوارع ده جداً. في واحد طاير هناك بشراسه اللي جاي من هناك ده عنده زياده وعنده فدان المباراه دي طبيعتها تنتهي الجيش الملكي برقم كبير لكن هو قدر يستغل المساحات اللي هو بلال بيتكلم عنها خد بالك ده واحده من نقاط الخطوره في المباراه دي انها بطوله من 90 دقيقه احنا اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا مانشستر سيتي عانى صح كل حلقه افكر اشبيليه مش فاكر اي مسج تاني في اقرب حاجه ان مانشستر سيتي عانى امام الانتر وعانى امام اشبيليه في نهائي التشامبيونز ليج والسوبر الاوروبي لان مباراه او بطوله زي ما الريال عانى قدام البارسا كده في بالظبط وزي ما احنا بنعاني دلوقتي قدام اي حد بيلينجهام ماشيه معايا بيلينجهام ما انا هيجي يشرب شاي ان شاء الله مع مودس كمان 10 سنين صفقه القرن بيلينجهام لا يعني طبعا هو فريق يمكن زي ما احمد قال قوته واضعفه هو دلوقتي الفريق اتغير هو الخط الثابت الوحيد في الفريق حارس المرمى وخط الدفاع وسط الملعب دخل عليه طبعا تغييرات بتتكلم 14 لعيب مفتاح بن سيالة ده مشي كان في عبد الرحمن مزيان مشي دول كانوا لعيبه اساسيه في وسط ملعب اتحاد العاصمه هنشوف دلوقتي بعد التعديلات والتغييرات اللي عملها طبعا عبد الحق بن شيخه اعتقد ان هو هيحافظ على نفس طريقه اللعب زي ما احمد قال قوه الفريق دوت في المدرب وشخصيته وان هو متمرس في الفوز بالبطولات. طيب هي بطوله تهم جماهير نادي الاهلي ودفعه معنويه في بدايه سيزون لكن في حته كده جوه الجمهور مستنيه تشوف شكل الاهلي الجديد.